أنا حبيت فقرة العجاين ذيك المرة، وايد حبيتوا عجينة فطيرة الزعتر. فاليوم بسوي معاكم عجينة ثانية، نسوي منها خبز عربي، الخبز اللي يقدم بالمطاعم المدور، عرفتوا؟ بنسويه بالبيت بطريقة وايد سهلة ولذيذة. شوفوا، أول شيء طبعا ما راح أكتب المقادير، راح أذكرها لكم أثناء الشغل. أول شيء نحتاج كوب ماي، كوب ماي حق كوبين طحين. نحط الماي بالعجانة، أوكي، ونحط الشكر، نحتاج قفشة ونص من الشكر. طبعا أنا أستخدم الملاعق المعيارية، أوكي، ملعقة ونص من الشكر من السكر، وملعقة وسط من الخميرة. نحط أول شيء الخميرة والشكر والماي، نخلي الخميرة تتفاعل، بعدين نضيف بقية المقادير. شغل العجانة بس علشان تذوب الخميرة بالماي مع الشكر، كذي يعني ثواني فقط، 10 ثواني بس أتأكد إن الخميرة ذابت بالماي مع الشكر. بس نترك الخميرة تتفاعل يعني 5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق، بعدين نضيف الطحين والملح. شوفوا بنات، بعد ما تفاعلت عندي الخميرة أضيف كوبين طحين، ونفس الشيء مستخدمة الكوب المعياري، كوب ماي كوبين طحين، أوكي؟ بسم الله، طحين أبيض، وأضيف الملح، الملح عاد حسب الرغبة، كثر ما تبون الخبز مالح ضيفه، وأنا حطيت تقريبا ملعقة وسط. ونبدي نعجن. أوكي، بسم الله، نشغل العجانة أول شيء على سرعة بطيئة، بعدين نزيد السرعة. أول شيء أبي الطحين يندمج مع الماء، بعدين نزيد السرعة. الحين أزيد السرعة، شوفوا، بعد ما تأكدت أن الطحين خلاص انخلط بالماء أزيد السرعة. نعجنها ماكو وقت معين، 3 دقائق 4 دقائق، كثر ما عجنتيها أكثر كثر ما تعطيك نتيجة أفضل. بس كذي العجينة صارت تتينن، تشوفون. شو نسوي الحين؟ نضيف 3 ملاعق من الزيت، ونفس الشيء الملعقة المعيارية، أوكي، الكوب المعياري والملعقة المعيارية. إذا نقدر نسوي العجينة بنت الهاشمي بدون عجانة، طبعا تقدرون عادي، بس يعني اللي عندها عجانة أسهل، ليش يطيح حيل شو انتي تعينين. يلا الحين نشغلها. دقيقة بس، يعني الزيت راح يخلي العينة تلم على بعض وتقدرين تشيلينها، فدقيقة بس وراح أشيلها. بنات بالعجاين بالذات لا تعتمدين على المقادير 100%. شوفوا الحين أنا حطيت كوبين طحين، بس ممكن الطحين يكون رطب شوية فتحتاجين زيادة. يعني أنا بالنسبة لي هذه عجينة ما أقدر أشكلها، والخبز لازم عجينة تقدرين تشكلينها نفس عجينة الفطاير، فهذه راح أزيدها طحين، أوكي؟ يعني ممكن يكون الطحين ليش حاطته أنت بالفريزر شوية رطب، فتصير العينة كذي يعني قوامها سائل، قوامها شوية سائل إذا كان الطحين رطب. فنحتاج إحنا عجينة نقدر نشكلها، أوكي، ما نبيها تكون كذي سائلة. فنرد مرة ثانية نحط طحين ونعجن. حطيت تقريبا 2 ملاعق طحين زيادة. بس شوفوا كذي، بعد ما ضفت 4 ملاعق طحين، يعني زيادة على الكوبين ضفت 4 ملاعق طحين، أوكي؟ الحين العجينة جاهزة، أوكي، ننقلها إلى ماعون ثاني. شوفوا بنات قوامها شلون، هذا المطلوب. أنقلها إلى ماعون ثاني وخليها تتخمر نص ساعة، ساعة إلا ربع، بعدين نخبزها مع بعض. طبعا نغطيها، ها، مهم تغطونها وتتركونها تتخمر. أنا مسوية كمية قليلة لأن إحنا اليوم مسوين خبز، يعني هذا بس حق التصوير. يلا نغطيها ونرجع لكم بعد نص ساعة، ساعة إلا ربع، نقطعها مع بعض ونخبزها. بلطفكم اللقطة، ترى لحفت العينة، شوفوا لازم عشان التخمر معاك بسرعة تحطينها بمكان دافي، تلحفينها، تسوي لها أجواء، تدلعينها، عرفتوا؟ كثر ما تدلعونها تدلعكم، تضبط النتيجة بعدين. رجعنا حق عجينتنا اللي لحفناها وخليناها تنام تريح، خلينا نشوف شنو الأخبار. تخمرت تمام، الحين نقطعها
ونتركها ترتاح مرة ثانية، أوكي؟ بعدين نخبزها، نفردها ونخبزها. شوفوا شلون تخمرت، تضاعف حجمها. الحين نبدي بسم الله نقطعها. أول شيء نحتاج صينية نحط فيها العينة بعد ما نقطعها، فش نسوي؟ نحط فيها طحين علشان ما تلزق، عشان لا تلزق فيها العينة، أوكي؟ ونبدي الحين نقطع العينة باستخدام الزيت. نحط شوية زيت، تحطين شوية زيت كذي مسحة خفيفة، أوكي؟ وتاخذين قطع من العينة، عاد قطع متساوية حسب أنت إيش كبر الخبزة اللي تبينها، أوكي؟ ونكورها بهالشكل ونحطها ترتاح، نحطها بالصينية اللي حطينا فيها طحين ونخليها ترتاح. واحدة ثانية نفس الحجم، حاولوا انه يكونوا نفس الحجم علشان يصير الخبز كله حجم واحد. نسوي معاكم واحدة ثالثة نفس الشيء، ناخذ قطعة من العينة. تسمعون صوت القلاي؟ توقعون شنو بنقدم مع الخبز؟ شنو بنقدم؟ الخبز شنو حلو معاه؟ يلا خلي اقرا توقعاتكم. اوكي، نكورها بهالشكل ونحطها كذي فوق الطحين. نتأكد ان تحتها طحين عشان لا تلزق وتأذينا بعدين. اخلص كل الكمية وارجع لكم. قطعت العينة وكورتها، الحين اخليها ترتاح 5 دقائق 10 دقائق بعدين نفردها. بنات مهم جدا بين كل خطوة وخطوة تخلين العينة ترتاح، اوكي؟ يعني عيناها خليناها ترتاح، الحين قطعناها وكورناها نخليها ترتاح، بعدين نفردها ونخليها ترتاح بعد مرة ثانية قبل ندخلها الفرن. ونبدي الحين بالمرحلة الممتعة. أول شيء حق فرد العين نحتاج طحين، راح نرش هني كمية حلوة من الطحين. بعدين ناخذ كرة العين، أوكي؟ ونفردها بسم الله. طبعاً كثر ما تحبون تكون خبزتكم يعني سميكة، تخلون العينة سميكة. تبونها الخبزة خفيفة، تفردون العينة وايد وتخلونها خفيفة، انتوا تتحكمون بالسمك، اوكي؟ نفردها بهالشكل، وتقدرون تحطون عليها سمسم، حبة البركة، كيفكم، حطوا الشيء اللي تحبونه. انا ما ابي افردها وايد، كذي كافي، نفس حجم الخبز اللي يقدمونه دائما بالمطاعم، اوكي؟ طبعا قبل الفرد تحطون عليها السمسم او حبة البركة. الحين اصور لكم شلون. بعد ما فردناها ننقلها الى صينية الفرن او الصينية اللي بندخلها الفرن، اوكي؟ ما نحط لا زيت ولا طحين ولا شيء ولا شيء، لان اساسا العينة فيها طحين فما راح تلزق، اوكي؟ ونخليها ترتاح. الحين ناخذ قطعة ثانية، زين، لنفرض احنا هذه نبيها بحبة البركة والسمسم، شو نسوي؟ قبل لا نفردها، اوكي، نحط السمسم علشان يلزق بالعينة، يعني هذا السمسم، وبحط رشة من حبة البركة، وبعدين نفردها، ورشة من الطحين عشان أقدر أفردها. أخلص كل الكمية وأرجع لكم وقت الخبز. هذه راح تتحول إلى خبزة جميلة بعد شوي. شوفوا جمال الخبز قبل لا يدخل الفرن. شوفوا سويت شيء بحبة البركة، شيء بالسمسم، وشيء سادة، اوكي؟ الحين بعد ما فردنا الخبز نخليه يرتاح 10 دقائق، بعدين ندخله فرن حار. الفرن تشبونه فوق وتحت، لازم يكون الفرن وايد حار عشان تنفش معاكم الخبزة، اوكي؟ فندخله فرن حار، شابينه من فوق ومن تحت،
يعني ما يطول بنات، بسرعة بسرعة يستوي الخبز. المهم إن الخبزة تنتفش معاك وتغير لونها بس وتكون جاهزة. دخلنا الخبز الفرن، نسكر الفرن الحين ودقايق وراجعين. هلا أبوي، تشوفون الجمال؟ طبعا غلط افتح الفرن كل شوي بس لانه مضطره بصور، ولا المفروض ما نفتح الفرن على طول، يعني نخليها كذي 3-4 دقائق. يلا بسم الله، الجاهزه خلاص نشيلها. شوفوا شوفوا جمال الخبزه، تشوفون هذه بعد خلصت. الله الله، شوف هذه بعد يبي لهم شوية. هذه خلصت يا بوي، هذا أحلى خبز عربي جاهز، نفس خبز المطاعم وبعد أحلى. أهم شيء إذا تبون الخبزة ما تصير ناشفة على طول، تلفون الماعون بنايلون، تلفونه المهم إنه يعني لا تخلونه مكشوف عشان لا تنشف معاكم الخبزة. حارة وايد، أبي أقص الخبزة تشوفونها من داخل. بسم الله، وايد حارة، شوفوا احترقت يدي، شوفوا جمالها من داخل، تشوفون ما فيها عين، خبزة خبزة، تشوفون تينن. تحشونها باللي تحبونه، تقدمونها مع فول مع بيض مع أي شيء تحبونه، خيال. والطعم ما أقول لكم، شيء فظيع. تسلم ايدي على هالعشاء الطيب، هذا الخبز جاهز، ينن ينن ينن، جربوا الوصفة وايد بتحبونها. قدمنا معاه فلافل وبطاط وبديان، صراحة اشتهينا نسوي بالخبز هذا صمون مشكل، ايش رايكم؟ يعني اختيار موفق صح؟ تقدرون تحطون فيه شاورما، تقدرون تحطون فيه اي حشوة تبونها، بس احنا اشتهينا نسويه مع فلافل وبطاط وبديان. طريقة الفلافل سويتها معاكم من قبل، يمكن قبل سنتين، اول الكورونا، موجودة بانستغرامي، موجودة باليوتيوب. وإذا تبون عادي أحطها لكم باكر، إذا تبون أعيدها لكم قولوا لي، إذا تبون أعيدها. إيش رأيكم بس بالمنظر الجميل؟ الحين بسوي لي أقوى صمونة مشكل. ناخذ أول شيء الخبزة المسمسمة هذه اللذيذة ونفتشها كذي ونحشيها مع بعض. نحط أول شيء فلافل ونحط بيديان، الله جوي جوي وأجوائي، هذه الأشياء فول بيديان بوديان، تقويم لعب فيني لعب. الحين عاد شنو؟ البطاط، الله قلت بطاط صح، أنا الحين صرت إذا قلت يعني كلمة صح عقب التقويم أحس إنجاز، يعني عرفتوا؟ إذا قلت جملة ما فيها بدليات. أوكي، بعدين عاد ما لذة وطاب، أول شيء طحينة، وأنا أحب الطحينة تكون إكسترا. حط طماط وبقدونس، مقدونس على قولة النتفة، وطبعا فلفل حار، أنا لازم بعد الفلفل الحار. تكفون قولوا لي منو أقوى، أنا ولا كناري، أنا ولا بدر البدور، أنا ولا وادي الغروب، منو أقوى؟ كيفكم؟ أنا عاد أنا قرم قرم. الحين نذوق العشاء اللذيذ. أبي هذه ما تنباع بمية فلس، هاي تنباع بدينار ونص. الله على اللذة، الله خيال. الحين على ذنكم نتعشى ونلتقي باكر ان شاء الله. جربوا الوصفة اللذيذة وقولوا لي رايكم، ما قلتوا لي ايش رايكم فيني؟ طلعت عصير العنب اللي امس عجبني بالمطعم واليوم موجود ببيتنا، ماكو قوية قوية، طلعه طلعه، افا عليكم بس. فظيعة.